أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج برودكاست، وكما عودناكم دائما الجديد في الإعلام الرقمي والتقنية، نقدمها لكم كل يوم اثنين في مثل هذا الوقت. والبداية مع العناوين، نبدأ مع برودكاست تقنية. تويتر تخسر 175 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي. وفي برودكاست حدث النسخة الثانية من ملتقى شوف. وفي برودكاست تواصل مع مؤسس برنامج اليوتيوب اترك اثر فارس الوهيبي. اهلا وسهلا بكم مره اخرى في برنامج برودكاست، وفي هذه الفقره تحديدا برودكاست تقنيه، ومعنا الضيف شبه الدائم عبد الله السبع. عبد الله اهلا وسهلا فيك. حياك الله. هلا والله. مجموعه اخبار جديده، وحبينا ننوع شوي، نطلع من الشركات المعروفه الى بعض الشركات. أنا قاعد أشوف اليوم فاجأتني أنه أنت جايب أخبار على غير العادة، فأنا حبيت الطريقة الجديدة للتجديد اللي أنت قاعد تسويه بالأخبار. شكرا جزيلا عبد الله على هذا الإطلاق، ونبدأ مع خبرنا الأول الخاص بالإنفو. والخبر يقول: قالت شركة الإنفو الصينية أنها أكملت صفقة الاستحواذ الخاصة بها على قطاع الهواتف الذكية التابعة لشركة موتورولا المملوكة لشركة جوجل الأمريكية. وذكرت في بيان رسمي أن صفقة الاستحواذ الجديدة تم إبرامها مقابل 3 مليار دولار أمريكي، وجاءت هذه الصفقة لتعزيز الإنفو من مكانتها في عالم الأجهزة الذكية بعدما باتت أكبر شركة في تصنيع إنتاج الحاسبات الشخصية والمحمولة. شركة الإنفو عبد الله معروفة في الأجهزة البي سي والمكتبية واللابتوب، يتحولون الى استحواذ شركة موتورولا. طيب انا بعطيك اول شيء، انا ما راح اتكلم عن الخبر مباشرة، لكن راح اذكر معلومات عامة عن شركة لينوفو. الشركة هذه غريبة جدا، استحوذت على قطاع الكمبيوترات المحمولة من شركة اي بي ام. اللي كانت تتخيل ان شركه اي بي ام بدايه ظهور ابل كانت هي المنافسه الكبيره لها، تمام؟ بعد ما انتهت من اي بي ام، جوجل استحوذت على شركه موتوريلا اقل من سنه او سنه بالضبط، وجت لينوفو واستحوذت على شركه موتوريلا مره ثانيه. لينوفو بعد ما استحوذت على شركة اي بي ام انتجت اجهزة كانت مرة احترافية، لكن تتخيل ان سلسلة اليوغا وغيرها كانت مرة جميلة للمستخدم وحبوها الناس. من وجهة نظري انا افضلها كافضل شركة من المنتجات البي سي أو
اجهزه كمبيوتر تعمل بمنتجات او تعمل بنظام الويندوز، تنافس اجهزه ابل من ناحيه التصميم. لو نظرت الى الان هم داخلين الى سوق التابلت وبعد استحواذهم على موتوريلا، اتوقع انهم راح يدخلون بشكل جدا كبير في سوق الهواتف المحموله. اتمنى لهم التوفيق، لانهم شركه جدا تستحق وقاعده تشتغل صح. عبد الله، الشركات الصينيه مؤخرا صارت تتحول الى استحواذ على شركات او اطلاق شركات اجهزه الجوال. هل تنافس الشركات العريقه والموجوده في السوق؟ بالضبط، لان انت الان الوقت ما يساعدك انك تبني شيء من اول جديد، لانه في منتجات اوريدي كبيره بالسوق. تمام، لو انت تبغى تنافس لازم تستحوذ، اما انك تبني شيء من اول جديد فانت راح تصطدم بشيء كبير اللي هو براءات الاختراع. خبرنا الثالث خاص بشركه صينيه اطلقت شيء جديد، خلينا حتى نوصل له. ننتقل لخبرنا الثالث الخاص بالخبر الثاني الخاص بخسائر تويتر. والخبر يقول اعلنت شركه تويتر التي تدير موقع التواصل الشهير الاجتماعي تويتر تسجيل خسائر صافيه قدرها 175 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي. ورغم الخسائر، قال الرئيس التنفيذي للشركه ان الشركه حققت فصلا قويا اخرا من الناحيه الماليه، واضاف: انا واثق من قدرتنا على بناء اكبر قاعده جماهيريه يوميه في العالم، مذكرا عدد المستخدمين الموقع الاجتماعي تويتر النشطين شهريا على الموقع وصل الى 284 مليون مستخدم في الوقت نفسه. تراجع سهم تويتر في التعاملات اليوميه بعد اعلان يعني النتائج. عبد الله، موقع تويتر يمكن موقع شهير صحيح، لكن مؤخرا صار في احجام من الناس او صار تشبع. يمكن سبقنا في حلقات ماضيه تحدثنا عن هذا الامر صحيح، لكن المره هذه يمكن صار في خسائر ماليه، وهنا اللي خلينا نتوقف اكثر عند الخبر. وما تقدر تقول خسائر ماليه، هم حاسبين هي خسائر ماليه، لكن الشركه قاعده تحقق دخل. هي المفترض او المتوقع انها تحقق عدد معين من الاموال، تمام، لكن ما حققت المبلغ هذا، لكن هي حققت، تمام، حققت مبالغ او حققت مبالغ، لكن حسابيا تعتبر هي الشركه خسرانه. تمام، المشكله الكبيره ايش؟ انه كانوا الناس تتوقع انها تنافس الفيسبوك. الفيسبوك الان عنده فوق المليار مستخدم، لكن تويتر عنده تقريبا ما يقرب 300 مليون مستخدم. فهنا المشكله الكبيره. بنفس الوقت ما صار في نمو كبير في تويتر زي ما كان سابقا، لانه الان طلعوا منافسين له، مثل انستغرام، باث، غيرها. طبعا باث وشبكه اجتماعيه خاصه، لكن بدت تنمو بشكل جدا كبير في الايام الماضيه. تويتر لا زال المنافس الرئيسي. عبد الله، تويتر حتى الان
جاك من السوق ومن حكم تجربة شخصية. أنت تعرف من كان في بدايتي من تويتر، لكنه عدد نمو المتابعين فيه توقف عند تقريبا 42 ألف أو غيره، لكن الانستغرام وصلنا حاليا إلى 300 ألف متابع. تمام، فشفت الفجوة الكبيرة فيهم. الناس أكتف أكثر في الانستغرام أكثر من تويتر، لأنه تويتر كلام، فتويتر يكون هو الطريق الأول لتبادل المعلومات أو تنقل الأخبار، لكن الانستغرام الآن صار يقدم لك خيارات أفضل، كوميديا من مقاطع الفيديو كتعليم مثل ما أسوي أنا عندي في الحساب، مقاطع تعليمية البسيطة، أو تقدر تقول إنه كجمال من خلال الصور. إنستغرام إنك توصل معلومة بصورة أسهل ما توصلها بكلام. إنستغرام بعد سنة هل ممكن يمر على ما يمر عليه تويتر الآن؟ كل شيء متوقع. دوام الحال من المحال. ننتقل للخبر الثالث الخاص بشركة أوبو الصينية. وش الخبر يقول؟ كشفت شركة أوبو الصينية عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية الخاصة بها، وقالت الشركة الصينية أن هاتفيها إيبو إن 3 وإيبو آر 5 يمتلكان أفضل إمكانيات الهواتف الذكية في العالم، حيث أن إيبو آر 5 لا يتجاوز سمكه 4 مليمترات فقط، ويمتلك العديد من المميزات، أهم أنه تم تصنيع هيكل الجهاز بالكامل من المعدن الألومنيوم، وتم تزويد الهاتف أيضا بتقنية المعدن السائل التي تساهم على تبريد الجهاز. وكما كشفت عن أوبو 3 الذي تم دعمه بتقنية فريدة من نوعها، حيث تم تزويده بكاميرا واحدة قابلة للدوران لتصبح أمامية وخلفية. مثل هذه المميزات لشركة جديدة، هل تجديد المستخدم؟ الشركة هي مو شركة جديدة، الشركة الجديدة عالميا جديدة في المنافسة. في الصين هي موجودة، بس خلنا أوضح لك شوي. الصين عدد سكانها فوق المليار شخص، تمام؟ فأي شركة موجودة هناك وقاعد تحقق مبيعات، هي ممكن تعادل مبيعات شركة ضخمة زي أبل أو غيرها. لذلك أبل قدم تنازلات جدا كبيرة للسوق الصيني. السوق الصيني هو الوحيد اللي أبل أعطته مواصفات خاصة، أعطته إنه سيرفراتهم أو بياناتهم تحفظ بسيرفرات خاصة بالشركات الصينية. يعني أبل تساعدت مع السوق الصيني بشكل جدا كبير، حتى أنها تقدر تبيع، لأنه مبيعات أبل في السوق الصيني ممكن تتفوق مبيعات في الأسواق العالمية. حكم عدد السكان، أنا أقصد شركة مثل هالشركة وطرحها الميز جديدة، هل تعتبر الميز أول من جديدة؟ جهاز يعتمد على تبريد سائل، ما أدري إيش هو، مو كاميرا أمامية تتحول إلى خلفية، هو مو ميز جديدة بقدر أنهم الآن قاعد يسعون للشغل.
الان هدف الشركات الصينيه كلها عندهم اجهزه، طيب كيف اسحب الاضواء لي؟ قدم افكار خرافيه، قدم افكار فوق السوق وبنفس الوقت قدمها بسعر رخيص، لانه الان بيع اهم شيء انك تبيع وتنشر اسمك، الارباح راح تجي بعدين. لكن انا كشخص انا ما اثق باي شركه صينيه. احنا نثق برايك. جزاك الله خير. يعطيك العافيه. الله يعافيك. في الفقرة التالية نتابع تقرير عن ملتقى الإعلام المرئي الرقمي. شوف.
في برنامج اليوتيوب اترك اثر، هم فعلا يتركون اثر ويقدمون رسائل ايجابيه ولكن بطريقه مختلفه. معنا مؤسس برنامج اليوتيوب اترك اثر، فارس الوهيبي. فارس اهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. حياك الله اخوي رايد، وانا سعيد فيك. فارس، انتم ما شاء الله يعني شهرتكم الاولى يمكن كانت من خلال المقطع الشهير اللي هو راجو. بديت من قبل سنه انتج خمس افلام، لعل ابرزها اللي هو راجو. كان هذا اللي يمكن حصل وصل الى مليون مشاهد، ما شاء الله، مليون و300 الف تقريبا. فمن بعدها صار صدى واسع في الصحف والقنوات والمنتديات. طيب فارس، 17,000 مشترك في قناتكم. الحمد لله 17,000 مشترك. خمس حلقات فقط، ما تلاحظون يعني افلام؟ افلام حلقات عموما هي يعني خلينا نقول خمس افلام. خمس افلام ما تلاحظونها قليله قليلة وانت تب والجمهور يتب برضه، لكن احنا ما وصلنا الى مرحلة احتراف او بالعربي تفرغ. يعني كل المجموعة طلاب جامعة، فيصير فيها اختبارات وظروف معينة، فما يمدينا أن نلتزم بشكل شهري أو زي كذا. لكن الطموح بإذن الله مستقبلا أن يكون بشكل شهري وبشكل واضح بإذن الله. طيب الخمس هذه تقريبا أفلام، عشان ما نختلف افلام ولا مقاطع،
سنة ونص تقريبا. تقريبا في خلال سنة ونص. نعم. سنة ونص. سنة ونص. بس ما كانت منتظمة يعني. لا ما كانت متفاوت. يعني بصراحة يعني حسب الفرق. فرق الشباب. يعني احنا تقريبا اسبوعين نجتمع. وبدايتنا اذا عندك سؤال عن بداية الفريق كنا احنا نجتمع بشكل اسبوعي على بلايستيشن وجمعة شباب عادية جدا. فقلنا بدل ما احنا نجتمع يعني بشكل اسبوعي بدل ما نشوف بعض خلنا نسوي شيء. تمام. فمن هناك بدأت الفكرة وعلى ثورة اليوتيوب وقتها بدأنا سوينا قناة وانتجنا 5 أفلام. قلت لك هنجلسها بشكل أسبوعي بس مثل ما قلت لك يعني الاختبارات والظروف المعينة مع الشباب يعني تمنع أن ننزل بشكل شهري مثل ما قلت. طيب بما أنك تكلمت عن الشباب على قولتك فريق العمل يعني كم عددكم من أنتم يعني يستحقون على الأقل نذكر؟ نعم أسمعكم أخوي سلطان وهيبي معي مساعدك شبيه التوأم وبين 5 دقائق في رواية ربع ساعة. هو اللي أكبر ولا أنت؟ لا هو اللي أكبر. هو اللي أكبر. فريق العمل 7 الأساسيين 3 اللي هو سلطان وابي اخوي نياف التيبي هذا اساس معنا. البقيه متعاونين مصور ومنتج ومستعد مصور. ومن اللي يقوم بمساله الافكار وال يعني الامور هل البدايه النواه تكون النوام فيما قلت لك 3 أساسيين أنا والسلطان ونياف نجتمع على فكرة معينة. طبعا أكثر شيء يعني نطول فيه الفكرة الباقي يعني يأتي بشكل جيد بس اللي نهتم فيه الفكرة. لاحظت انكم تركزون على القصص الواقعيه اكثر يعني ايش معنى يعني ليش ما مثلا يعني ليش تكون القصه تختاروا قصص واقعيه؟ لان الواقع هو يصل المشاهد. انت تسوي فيديو ما له دخل بالواقع المشاهد ما راح يهتم للفيلم اللي انت تسويه. فلا بد اذا انت تبغى مشاهدات عاليه تبغى رده فعل تبغى تخدم المجتمع يعني احنا موجودين نوصل رساله للمجتمع فلا بد ان نكون في واقع المجتمع. ما يكون شيء مثالي ولا شيء يعني غير ملموس وغير متداول. لازم يكون واقع الشباب. احنا نهتم بالشباب اكثر شيء. فلازم يكون واقع الشباب ونرسل رساله لهم بشكل واضح وبطريقه غير مباشره وسلسه. رسالتكم انتم تقدمون شيء ايجابي للمجتمع فقط او تبحثون عن مشاهده او يعني انتم كشباب الى متى؟ اذا كنتم بتقولوا انكم
تطوع طبي زي ما تتطوع في هذا الامر. لا ابدا المشاهده ما تهم، يهمنا قضيه تصير رساله، هذا اهم شيء. اما المشاهدات فانا اتت الحمد لله وفضل الله، وعندنا الواحد من المشاهدين واحد بس يستفيد فيكفينا، والحمد لله ردود الفعل يعني اكثر من رائع الحمد لله فضل الله. وش يمكن ابرز ردة فعل جتكم مثلاً شخصيه او من جهه معينه؟ لا لا مثلا مقطع الراجو الحمد لله فضل الله اسلم شغلتين وسوق، احد المشاهدين ارسل لنا مقطع فيديو والشغال يعني تنطق الشهاده بسبب الله يعني بفضل الله اول شيء ثم المقطع الحمد لله بسبب مشاهدتهم المقطع. اي نعم اسلموا شغلتين تقريبا ما شاء الله، لان كان في اسفل المقطع حاطين ارقام الدعاة بجميع اللغات فهم استفادوا وخذوا مغبوطين ما شاء الله. الله خلاص. طيب برنامج توعوي او يقدم رسائل ايجابيه، بالمقابل شفنا يمكن اشياء كثيره، شباب يقدم ساخر كوميدي اعتقاد بعض الامور، انتم ليش اتجهتوا للجانب الايجابي الرسائل التوعويه؟ احسن تحديدا ليش رحت لها الخط؟ طبعا احنا نحترم الجميع وكل شخص له جانب معين يبدع فيه، احنا سلكنا يعني الافلام الهادفه اللي تخدم المجتمع، ولما تاخذ نظره على اليوتيوب بشكل عام في مقاطع جدا سيئة غير أخلاقية تهدم المبادئ تهدم القيم تهدم، احنا جايين يعني نكون الرائدين في المجال الهادف ونخدم طبعا عكس الرسالة اللي قلت لك، نخدم المجتمع ونفيدهم ونبني القيم ورسائل إيجابية. طيب في أحد الحلقات يمكن هي اللي لاحظت أنها من أقل أو من أحد الأفلام عشان ما من أحد الأفلام أنا اللي حسيت أنها أحد الأفلام الشخص ياكل اللحوم يمكن هي كانت اقل مشاهده، اتوقع ليش ايش السبب؟ ليه ما وصلت مثل الافلام الاخرى؟ لا مو اقل مشاهده، لا اقل مشاهده اللي كان اول فيلم اول حلقه المترجم اي نعم كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان 10,000 مشاهدة بس، يعني اللي بعد 170 تقريبا هذا 170,000 الغريبة، لكن السبب ما كان عندنا فريق تسويق، يعني احنا مبدئيا لما بدينا ننزل افلام كل فيلم بعده نسوي اجتماع كامل نستفيد وش الاغلاط اللي سويناها وش الاشياء المفروض نسويها، بعدين نكتبها في نقاط واوراق،
بعدها فكرنا ان التسويق جدا مهم. انت لما تسوي فيلم ايصال للعمل، اي نعم، لما تسوي فيلم حتى لو افضل كاميرات وافضل الات وكذا ولا عندك جانب تسويقي فما راح ينتشر ولا راح تستفيد. فاحنا خصصنا تقريبا 7 أشخاص مهمتهم فقط هي التسويق عبر الإعلام الجديد، الواتساب، البلاك بيري، التويتر إلى آخره. طيب ما جاوبتني على هالفيلم، ليش الفيلم هذا تحديدا ما وجد رواج؟ أنا قلت لك بالبداية ما كنا مهتمين بقضية التسويق، بس هذا مو الشخص يأكل اللحوم ما كان جديد، يعني ما كان من أول الأفلام. أنت قصدك الغيبة؟ الغيبة أي نعم، ما كان أول الأفلام. أنا وإني أنت شخص يأكل اللحوم أحيث العنوان. طبعا العنوان احنا نهتم فيه لان يعني يجذب المشاهدين، فاحنا ما تعتقد المشاهد اللي كانت فيه مقززه شوي؟ اي مقطع المشاهد اللي اكل اللحم يمكن هذه اللي خلت الناس تحبه. احسنت، انت لما تبغى توصل رساله لا بد تلمس الواقع وتحط المشاهد في الصورة. يعني كثير اللي تكلموا في قضية الغيبة، في قضية يعني أي مجال آخر، بس قليل اللي يطرق الجرح. فأنت عشان توصل رسالتك لا بد تبدأ بالفكرة أو تكون مباشر بأسلوب مباشر عشان تواصل، بس يمكن المجتمع ما يقبله. شوف ما كنا نسولف قبل التصوير على بعض المواقع. أحسنت، وأنا رديت لك قلت لك أن إذا أنت بتوصل رسالة للمجتمع لامس الجرح في ناس بيكونون ضدك بس قليل، وفي ناس بالعكس تصل الجرأة ممكن لها يكون لها الجرأة مهمة. طبعاً لقينا تعليقات ضدنا تمام، بس ما أقول لك كثير، الأكثر إيجاب الحمد لله، لكن الكثير مثلاً دخلوا مثل ما قلت مقزز. المقطع اللي بعد قال أنتم مرائين اللي هو آخر فيلم. فحن الحمد لله أنا عارفين التعليقات، نأخذ النقد البناء ونخلي النقد اللي ما يفيدنا. يمكن اختلاف الطرح او تقديم الفيلم بالنسبة لكم او الاختلاف اللي صار حول الموسيقى او المؤثرات، يمكن شفت في الردود بعض مؤيد وبعض يعني معارض. انتم وش وجهة نظركم في الموضوع؟ لا طبعا مبدأنا واضح، لا موسيقى لا نساء. فبعض قال انه موسيقى وكذا، لكن احنا استشرنا ناس فيهم ثقة قالوا لنا ما هي موسيقى. وطبعا جانا مؤثرات صوتية، انا مثل ما قلت نتعلم كل فيديو.
يعني أدركنا أن المقطع إذا كان في مؤثرات صوتية زائدة يشوه رسالة المقطع وإلى آخره. ففي المقاطع الأخيرة نحاول نتجنب قدر الإمكان، والقادم مثلا نتجنبها يعني بشكل عام. بس هذا تعتبر مؤثرة، تقدمون جوانب إيجابية ومعنوية أكثر. ممتاز، لكن المؤثرات إذا زادت عن الفيديو تشوشت على المشاهد الرسالة، ما تصعبها. طيب العمل الميداني، أنتم دائما عملكم ميداني أكيد، العمل الميداني دائما يرافق يمكن بعض المتاعب في التصوير وبعض الأمور اللي تخلي الواحد يمكن وش دائما تعانون منه أنتم كشباب؟ مثلا آخر مقطع كان ميداني وريلستي واقعي، ف يعني قضية انك تدخل محل وقضية انك تقابل الجمهور وكذا، فيستغربون واللي يقطع عليك الكلام نضطر نعيد ذا. يوقف التصوير. اي المشاهد الواقعية، اي نعيد من جديد. المشاهد الواقعية لا احنا نعاني منها بعد في برنامجنا يعني. الله يعينكم. فأقول لك المشاهد الواقعية فيها معنى شوي بسيط. طيب أبرز يمكن المواقف اللي تحس أنها كانت فعلا، ويمكن هذا السؤال الأخير، اللي تحس أن رسالة وصلتكم أو موقف من أحد الأشخاص تحس أنه فعلا خلقكم تفخروا بالعمل اللي تقدمونه. والله الحمد لله يعني ردود كثيرة. أنا ما أحضر شيء معين، لكن قضية أن الفيديو اللي أرسله أحد المشاهدين والشغالة تسلم، يعني الواحد ما يقدر يمسك دموع حتى، تحس إنك سبب في هذا الشيء، يعني فخر جدا كبير. أيضا ردود الفعل من داخل السعودية وأيضا برا السعودية، وصلت إلى أمريكا، ناس يكلمون الشخصية، يعني الشباب فيهم خير. فيقولك أنا بقدم أي شيء أقدر عليه، ودي أترك أثر معك. واللي يقول أنا بقدم مادي، لكن احنا نرد لهم أن إلى الآن ما حطينا آلية، لكن نوعدهم بإذن الله أن بنفتح موقع نجمع كل الشباب اللي عنده مبادرة للخير أو فكرة أو اقتراح، يعني احنا نرحب بكل الأفكار. وبعض المقاطع ترى كانت من أفكار المشاهدين. فارس شكرا جزيلا لك، احنا فخورين فيك وفيما تقدم، ويعطيكم الف عافيه ونتمنى لكم التوفيق. حياك الله اخوي رايد، انا اشكرك واشكر طاقم العمل الجميل السعودي، والله يوفقني وياكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. جزاك الله خير.
في نهاية الحلقة شكرا لكم للمتابعة، ويمكنكم التواصل معنا من خلال هاشتاج البرنامج برنامج برودكاست، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وأنا أودعكم بلقطة الختام، ومن خلال التقنية يمكن للسيارة أن تطير. نتابع يا من